السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نستعرض لكم كفرات لسماعات الايربودز متنوعة الاستخدام ومفيدة للجميع. اول نوع معانا هو بود بوكيت. كفر بود بوكيت بتكون مناسبة للي يدور الشكل العملي والتصميم الجميل. تصميمها مناسب مع شكل السماعات ويجي مع الكفر مشبك، ينفع مع ميدالية او تعليقه بالشنطة. الكفر مصنوع من السيليكون عالي الجودة وفي منفذ يسمح لك انك تشحن حافظة السماعات بدون انك تشيلها من الكفر. ثاني نوع معانا هو كاتلست ووتر بروف. اللي يميز كفر كاتلست هو انه مقاوم للماء ويعطيك الحمايه القصوى لسماعات ابل. هذا الكفر حصل على معيار IP67 واللي تم اثبات فعاليتها في مقاومه الماء حتى 1 متر، بالاضافه الى معيار عسكري والخاص بمقاومه الصدمات والسقطات. ثالث نوع معانا هو تابر. كثير من نضيع منه سماعات ابل بسبب انها لاسلكيه، وهنا تجي فائده حزام تابر. هذا الحزام تقدر تركب فيه سماعتين وتكون السماعه كانها سلكيه، مع ميزه ان الاطراف مغناطيسيه عشان تثبت السماعات حول الرقبه. واخر كفر معانا هو اير سناب، وهذا الكفر يقدم شكل مميز ويقدم حمايه للسماعات لانه مصنوع من الجلد. وعشان تزيد الحمايه تم تزويد هذا الكفر بغطاء تقدر تقفله بكل سهوله، واكيد في فتحه خاصه في اسفل الكفر عشان عمليه الشحن تكون اسهل. يعطيكم العافيه على المتابعه، مع السلامه.